صعب. بوكينج. بوكينج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم بنسوي مقلب في أخوي سعد. كثير طلبوا يتسوون مقلب فيني، لكن قلت له يا حبيبي اتفقت أنا وعبد الله. أنت ربك والله. بنسوي مقلب، وش فكرة؟ ببساطة راح نجيب بالونات اللي تطير، تمام، ونربط فيها البوك حقه، أوكي، ونطيرها ونشوف ردة فعله. وش بنسوي؟ البالونات موجودة جيبينها في البيت أنا وعبد الله قبل شوي، الآن كأننا بنصور فلوق، تمام، وبخلي سعد يجي وكذا وبقول له راح جيب وش كمامات ولا اي شيء. كمامة لان صدق نبي نبي كمام اصلا، كاننا بنطلع نصور فلوق. اذا راح باخذ البوك حقه واربطه في البالونات، واذا جاء طيرتها ونشوف ردة فعله. فبناخذ بوكه ونفضي منه الفلوس والبطايق ونحطه لحاله كذا فاضي ونشوف ردة فعله. يلا. بس المقطع اللي راح وصلته تقريبا 500 الف لايك، فهذا دليل انكم تحبون المقالب وردات الفعل. فاذا تبغون زياده وصلوا هذا المقطع 500 الف لايك، فلا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة الآن. تضغطون لايك واشتراك الآن. بنادي إخواني، راح نادم، راح يلا راح نادم، كأنه ما كأنه في شيء، قل فلوق عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم فلوق جديد. يا السلام. الفلوق اليوم نبغى نروح محل حيوانات، بحكم أن الوضع شكله دايم في البيت حجر خلاص جدية. لازم بعد واحد مع برلين، ولازم واحد مع القطو يجلس بعد، فبنروح محل حيوانات نشتري يا قطو ثاني مع برلين. لا 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 أنثى. أنا في راس السلحفات. إيش السلحفات؟ السلحفات من زمان، ترى من يوم الثالث والحين بسادس، يقدر سرونت لي. طيب تبي تعلمه إنك سادس؟ لا لا هو يقدر أصلا. فلا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. قبل ما نروح طبعا نحب نذكركم إن كورونا ما خلص، والكمامة دايم عليك، وابعدوا عن التجمعات. خلي كل واحد في تطبيق توكلنا، وتطبيق توكلنا. انا الحمد لله هذه كمامتي معاي، والان بروح محل حيوانات. يا سلام. بس ترى انا كمامات يعني، بس انت الا ما في كمامات في البيت. انزل انزل حدر في البيت، في هنا في الدرج. شوف الدرج في شيء؟ لا انزل بالله، جيب 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 كمامات سريع سريع سريع. محل حيوانات شريك سلحفاه متربك. ابي كبير. ها مالك؟ دحوم. انزل جيب البالونات سريع 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 سريع، لا يشوفك. انزل انزل، طلع كل شيء، طلع كل شيء، طلع كل شيء. واجد ذا، طلع شيء بسرعه ما يجي. انا خايف ان دحوم والله يتاخر. بسرعه بسرعه، سريع 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 سريع، خله خفيف. ها وش البطايق ذي؟ طايق جامعه هو من يوم نفوله. بس بس وقف كذا، باقي يمكن باقي شيء. فاضي فاضي والله، خفي شيء قبل يوم. اذا خفي خفيف انزل انزل انزل. طيب الان بنحط هنا، هذا هو البوك، هنا المحفظه حقته. بوك على المحفظه، هو قوي يا اخي. لا انا طوره، انا بحاول. جاء جاء ولا لا؟ خلي ما جاء. انا بقول انه هو اشتراه انه بوك، بقول انه يبي. اخي تسولف انت بسرعه، انا خايف انه يخرب المقلب من الهواء. انت ربطت الحين؟ اي خلاص، ها بتطير لو خليته بتطير. طب اصبر خليني اجي كذا، ايش رايك؟ لا لا من هنا من هنا، شوف راح هناك هناك هناك. بوكينج 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 يا سعد، ترى تكلم جد. روح روح والله، راح يفوق والله. في طاقاتك، في طاقاتك. والله روح يا شباب، والله روح هناك فين، والله محظوظ اللي بياخذه. شوف فوق، تعال يا اخي جزمة بس. يلا بيتك، يلا 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 بس. مسكين شباب، والله محظوظ اللي بياخذه. تشوفون هناك هناك البالونات راحت، والله راحت يا ولد. هاي بوكك في شيء مهم؟ ما تكلم. شو يزعل والله؟ زعل جدا. ايه خلاص يا اخوي، مقلب بسيط مقلب بسيط. استهبل يا حبيبي الهويه وكل شيء هناك. طيب عادي طلع جديده. حلو حلو، يطلع هو دحوم مع بعض. طلع انا معك. ها انا بروح معك، هات شمساني صور. ايه مقلب سهل. ايه والله والله سهل. توقف سعد سعد، والله العظيم والله والله مقلب بوكك ما في شيء، بوكك ما في شيء والله العظيم، والله العظيم بوكك ما في. تعال 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 تعال، شوف جزمتي يا شباب. ايه رحمتي، ايه رحمتي، جايب الكمامات. تعال 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 افتح سيارة، والله والله اغراضك جوا، والله اغراضك جوا. شوف هذا طايقك يا رجال،
دفه تغار. شوف شوف يا سعود شوف طيحني ولك شوف اوه ما عاد اشوفه هناك بعيد بعيد يا شباب اللي في حي ما ادري ويش ترى تاخذون بوكه جايب المقرب عشان سوي تسوي مقرب فيني ها هذا احلى مقرب تذكر يوم السوني يقول مخدل لكم مخدله ايوه عيني عيني بطاقه لك بطاقه لي الله يسلمك ردوها لا ردوها لي يا شباب بس بساله تبي سلحفات بسم الله خوف بسم الله تجي بسرعه كبيره ايه انت خفت على الفلوس ولا على الطايق طايقي الفلوس فلوس وش بوك اغلى من فلوس والله انا بوك جزمتي بس والله وين جزمتي صور 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 اثار الجريمه يا شباب تعالوا شوفوا تعالوا شوفوا اثار الجريمه اثار الكمام والله عاد اي سعد حظك ترى اليوم هواء طير على طول بالله اني لا اردها والله ما ترد ولا شيء بس جزمة ترى فكرة سعود اقسم بالله ان ترد والله ما ترد ولا شيء اقول لك اجلس اجلس اقسم بالله ان ترد اقول لك اجلس بس اجلس يلا يلا بس يلا سكرنا سكرنا والله يا حمد الحمد لله الحمد لله انه ضبط انا خفت تطير ويمديه يلحقها ثم يضيق صدري شوف البدايه انا قاعد احاول الحقها بيطيرها انا شي شاد هذا بتحمس لانه ينتقص طيب لحظه من اكثر واحد شاده في المقلب ذا من سعود سعود كل شيء سعود من اللي جايب البالونات سعود انت معي هو اللي ناداني بس عشان اشي معه انا الحمد لله ماني دخل بس حاولت له لا يا ثلاثتكم باذن الله انا في انا اسمع في شيء يوجع هنا جايني طق انا وش هو؟ مني زي كذا هذا مصفقك ايه مجمع انت اشياء تحديد الكل باذن الله بس شكرا على الكمام يعني ما قصر بس جبت كمامات اهم شيء طايقك موجوده صح؟ وفلوسك موجوده صح؟ غصب ايه غصب والله يا ريت اني مطير عشان علبك لا لا تبي تقهره طير بطاقه واحده كذا فا الحمد لله ضبط المقلب الان بنروح مع الحيوانات صدق بنروح مع الحيوانات لنا ما عاد ودي انا ودي نجلس ودك سلحفاه كبيره ولا صغيره تبي سلحفاه حبيبي في البيت يا حبيبي بنروح الحين نشيك مع الحيوانات ايش عندهم ما عندهم اذا عندهم شيء حلو شريت اذا ما في شيء رجعنا المهم ان ما قربته فيلا على الحيوان يلا استمتع اي والله اني مبسوط مره يعني تعرف لما تضبط المقلب ويضبط شعور حلو ترى ودي اسحب خشمك ما ادري ايش يلا نروح مع الحيوانات وصلنا مع الحيوانات هلا والله والله ذكريات العصافير هذا وشو ذا هذا اللي غراب هذا غراب والله ما ادري والله ما ببغاء ايش تبي انت تبي سلحفاة الله تبي سلحفاة انا ما متفاعل يا اخي علمك شو افكر اسويه مقطع كامل حوض سمك والله ونسويه عندنا ايه بس نبي كبير وكذا كبير كبير ونحط فيه سلحفاة ونحط فيه سمك شو اسمه حقك ذي حرباء حرباء والله وديب والله حرباء. والله تنفع وجهي كد من عقب المقلب ها مطرطش يلا اذا تبغون علمونا في التعليقات اذا تبغون نسوي ايش حوض سمك وسمك لوك كامل يعني طيب خلنا ناخذ سناك او اكل لقطوتنا القطوه حقنا برلين برلين وش بس شوف والله في انواع فلافل ولا قلابه والله مدلعين قطاوه شوف شو هذا هذا حق ايش سمك ذا سمك ابغى شيء اللي يجيك قاسي مو بلين زي ها بيض اما بيض ياكل بيض القضو بروتين ايه بس هذا حلو هذا شكله حلو بنشوف اللي بناخذ كم وحده ونشوف ناخذ لنا ما تبون شيء انتون وش تبي طيب شرينا بعض السناكات ل برلين القطو حقنا وان شاء الله طبعا اصور كل شيء بالسناب شات حياكم ان شاء الله عجبكم هذا الفلوق والمقلب الخفيف رضيت لا بنرضيك بالفلوق الجاي لوك الجاي ويبي سلحفاة يبغى سلحفاة وحرباء ايوه بنجيب لك اذا ذا نرضى عليكم هناك طيب بالفلوق الجاي اكتبوا لنا اقتراحاتكم من الحين بنسوي حوض كبير فيه سمك وفيه سلحفاة حوض كبير مو كذا يعني مو تسليك يعني بالامتار يعني الحجم يعني ممكن يكون مثلا 3 متر في 2 متر زي كذا يعني فاعطونا اقتراحاتكم الحيوانات اللي تبغون نجيبها في هذا الحوض حيوانات برمائيه او سمكيه وين نحطها وين نحط هذا الحوض سمكيه ايه سمك يعني تبون بالاستوديو ولا الاستوديو احسن مكان الاستوديو زراعه عندك حلوه فلا تنسوا زر اللايك والاشتراك في القناه نشوفكم ان شاء الله في الفلوق الجاي مع السلامه